أخاف أن تكون سنة الاستبدال قد جاءت، فيستبدلنا الله بأقوام يحبهم ويحبونه. اليوم معظم الدول العربية تغلق أبوابها في وجوه المصلين. فلا جمعة ولا صلوات، ومن قبلها شاهدنا البيت الحرام يغلق، فلا معتمرين ولا طائفين. فهذا هو البلاء الحقيقي. ماذا فعلنا حتى يطردنا الله عز وجل من بيوته؟ أعرضوا عنه فأعرض عنهم. ليبكي المصلون على سكينة المسجد، ليبكي المصلون على سكينة المسجد وقراءة القرآن فيه. وعلى أجر صلاة الجماعة، وليبكي المصلون على أجر من سارع لصلاة الجمعة، فكانت له في كل خطوة أجر صيام سنة كاملة وقيام ليلها. إنها رسالة من إله غضبان، كأنه يقول لنا: أنا غني عن عبادتكم، فكيف لا يغضب وهو الذي يمهل ولا يهمل؟ فقد أمهلنا الكثير وانتظر لسنوات عدة من الزمان أن نرجع إليه، لكننا حاربناه بكل ما نملك من قوة، تهاوننا واستهترنا، وما زادنا ذلك إلا كبرا وغرورا. فالذي يحدث في العالم من ظواهر وكوارث طبيعية، الأمطار التي قلما هطلت وعندما تهطل وإنما فقط لوقت وجيز، مخلفة خسائر وكوارث جسيمة. أما هذا الوباء الشنيع الذي ضرب العالم بداية عام 2020 وتسبب في كارثة عالمية شنيعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وعن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد.
فيجب على الناس التقرب من الله عز وجل والرجوع إليه، وأن يروضوا ألسنتهم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لرفع البلاء، حتى يرفع الله عنا هذا الوباء. فاللهم لا تقطعنا عن بيوتك، ولا تحرمنا بذنوبنا نعيم صلاة الجماعة، وردنا إليك ردا جميلا، واقبل توبتنا، واحفظنا وجميع المسلمين بعفوك يا كريم يا رحمن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.